لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير. حياكم الله. وأيضا نرحب عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أستاذ نظير، يعني استقالة رئيس الجمهورية برهم صالح كيف تقرأها؟ يعني الاستقالة يعني ربما تكون مفاجئة، لكن لو يعني راقبنا الأحداث التي قبلها يعني في اليومين والثلاثة الأخيرة لا كان هناك متوقع أنه يقدم استقالته، لكن هذه الجرأة بالتهديد بتقديم الاستقالة، هو لحد الآن لم تكن استقالة رسمية 100%، لكن هذا التهديد وهذه الجرأة بتقديم الاستقالة وهذا التحدي للكتل الشيعية اللي كانت تفرض مرشحها لرئاسة الوزراء، هذا يدلل على أن الأمر قد تجاوز يعني الخطوط الحمراء بالنسبة لبرهم صالح، ليس كرئيس جمهورية إنما لشخصية حزبية كردية. أنا أتوقع يعني أن الدافع الأساسي لتقديم برهم صالح استقالته والتهديد بهذه الاستقالة هو لرفع المساومة ما بينه وما بين الكتل الشيعية. كما تعلمون أخي الكريم، تم البارحة إقرار قانون الانتخابي، والذي كان أكبر الخاسرين فيه كما يعتقدون هم الكتل الكردستانية، لأنها تعتبر أن هذا النظام الفردي سوف يؤثر على أصوات الكرد وتخسر أصوات الكرد في المناطق المتنازعة وحتى أصوات الكرد المتواجدين في بغداد، مما يؤثر على عدد مقاعدها في البرلمان، وبالتالي كانت هناك انتفاضة من الكرد، بل أن أحد النواب الكرد قال نظامنا لمدة 70 سنة لنيل هذه المكتسبات التي نحن فيها قد جردونا منها المتظاهرين خلال 60 يوم، وهذا يدلل على الامتعاض الشديد للكتل الكردستانية. لذلك لم يكن الكرد من ورقة قوية يساومون بها الكتل الشيعية سوى رئاسة الجمهورية، وقد حصرهم في هذا المأزق بحيث أنه لم يسمي رئيس الوزراء المرشح من هذه الكتل، ويعني يكون هناك ورقة قوية للتفاوض مع هذه الكتل. أنا أعتقد برأيي أن هذه الاستقالة سوف لن تتم، وسوف يتراجع عنها برهم صالح، ولكن ليس بدون مقابل، إنما بثمن تقدمه الكتل الشيعية إلى الكتل الكردستانية. إضافة إلى ما تفضلت به أستاذ نظير، أنتقل بالسؤال للأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض. يعني إضافة يعني إلى ما ذكر أستاذ نظير من أسباب قد تبدو هي في حقيقتها الدافع لتقديم هذه الاستقالة، إضافة للأسباب المعلنة، السؤال الآن عن هذا التصرف من الرئيس العراقي، هل كنت تتوقع أن يلجأ الرئيس العراقي إلى هذه الخطوة؟ وكيف تعدها يعني أن 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 تحل هذه المشكلة بمحاولة الضغط على الأطراف الأخرى مثلا، أم أن الرئيس العراقي نفسه تعرض لضغط من أطراف ما؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. ما قام به برهم صالح اليوم بالحقيقة يركب الكرة إلى الملعب البرلمان، وهو محاولة جادة من أجل إحراج البرلمان، لأن البرلمان عليه أن يحسم أمره الآن، إما أن يقبل استقالة أو يطرح موضوع استقالة برهم صالح على الطاولة وينتخب رئيسا جديدا بدلا عنه، وهذه عملية معقدة تدخل البلد في أزمة وفي مأزق دستوري كبير وتحتاج إلى وقت طويل، ولا أعتقد أن البرلمان سيلجأ إلى هذا الخيار. هناك خيار آخر، أن الرئيس الجمهورية وهو برهم صالح هو الذي يتولى بموجب الدستور بموجب المادتين 81 76 يتولى رئاسة مجلس الوزراء، وعليه خلال 3 يوما أن يرشح رئيسا جديدا للوزراء بعيدا عنه. هذا سيناريو آخر، وأنا أعتقد هناك سيناريو ثالث وهو المرجح، بأن البرلمان وفي مقدمته كتلة البناء سيلجؤون إلى المرجعية، مرجعية النجف، من أجل ويستغلون خطبة الجمعة يوم غد التي يفصلون عنها بضع ساعات أن توحي لما للاعبين السياسيين ما ينبغي أن يفعلوه،
وأنا أعتقد أن المرجعية ستميل كفتها إلى صالح البرلمان أو إلى صالح كتلة البناء من أجل حسم المسألة وطرح. معنا أستاذ لبيد الصميدعي، لو سمحت أتحول بالسؤال إلى الأستاذ نظير الكندوري. برهم صالح رئيس الجمهورية غادر المنطقة الخضراء إلى السليمانية، يعني كيف يعني تقرأ هذا التصرف من رئيس جمهورية العراق؟ والله يعني لا، يعني أول شيء عندما سمعت هذا الخبر بأنه قدم استقالته من هنا وسافر إلى السليمانية، وكأنما نتعامل نحن مع دولة عصابات. هو ذهب إلى المنطقة التي يشعر فيها بالأمان ويشعر فيها بالقوة ويستطيع أن يتفاوض عن بعد وهو من مصدر قوة، بينما لو كان بقي في مقره لكان أسير للميليشيات التي ربما تقترف حماقة غير متوقعة. أنه الخوف من الميليشيات مثلاً؟ نعم نعم، ومن لا يخاف من الميليشيات؟ ليس فقط برهم صالح، إنما معظم السياسيين الذين ليست لديهم ميليشيات هم في خوف دائم من الميليشيات، والميليشيات مؤثر أساسي في القرار السياسي العراقي. لذلك يعني مسألة الذهاب إلى السليمانية، هل هذا يدفعنا ربما للتساؤل أن الضغوط لم يتعرض إلى ضغوط من قبل الميليشيات أو من قبل أطراف إقليمية؟ بالتأكيد كانت هناك ضغوط لدفع أحد مرشحي كتلة بناء التي هي في جلها من الميليشيات لتقديم مرشح لها هو معروف يعني من تاريخه ولحد الآن معروف كيف أنه هو يضطهد الجماهير وسيء في إدارة ما كان يدير البصرة، بل وثقت مقاطع الفيديو كيف أنه يعني بنفسه يضطهد المتظاهرين. وبالتالي يعني هذا الرجل ليس هو الرجل المناسب، إنما هو مناسب فقط للنظام الإيراني وأحزابهم الميليشيات في العراق. نعم. أستاذ لبيد، الكتل السياسية والأحزاب والسلطات في والميليشيات في العراق لا تريد أن تستوعب المشهد الحالي، وبالتالي خطوة وراء أخرى ربما تتعقد الأمور أكثر، ربما هي ذاهبة إلى انفراج ما، لكن على ما يبدو أن الشعب العراقي بهذا الإصرار العجيب للتخلص من هذه الطبقة الفاسدة سيصل إلى نتيجة ما، هل تتوقع ذلك؟ نعم بالتأكيد، المحاولات تجري على قدم وساق من أجل تفتيت ومن أجل شق صفوف المتظاهرين. فعملية الاستقالة التي قدمها عادل عبد المهدي بالحقيقة حاول خلالها تصل نقمة الجماهير الغاضبة لكنها فشلت، فلجأوا إلى إعادة صياغة وتعديل قانون الانتخابات، وهو بالحقيقة عملية ترقية ولا غرض ولا يثير الجماهير والتظاهر في مسألة إعداد القانون الجديد للانتخابات. ويبدو وأصبح جليا بأن غالبية المتظاهرين أو كل المتظاهرين لم يقتنعوا بالقانون الانتخابات الجديد لأنه فيه ثغرات كبيرة، وسيخرج الأحزاب ستخرج من الباب وتدخل من الشباك بموجب هذا القانون حسب كل المحللين القانونيين والسياسيين لجوهر هذا القانون الجديد الخبيث. لذلك هناك رجوع جديد إلى مسألة الحكومة أو البرلمان لجأ إلى تحدي وكسر إرادة الجماهير من أجل من خلال فرض شخص ميليشياوي قح وهو موالي 100% للسيد الإيراني، ويضع صورة خامنئي على البروفايل تبعه في الفيسبوك وموالي 100% له، ومنذ مجيء الاحتلال كان احد جنود العملاء، وكان ينتمي الى مؤتمر تبع احمد المقبور احمد الجلبي، فهو عميل منذ بدايه الاحتلال واصبح مرتهنا للاراده الايرانيه وبلجاو 100% وسفك دماء المتظاهري اهل البصره قبل نحو عام، ومعروف بجرائمه وتحدي. فاذا البرلمان يحاول او يتحدى ويكسر بكل استهتار، يحاول كسر اراده الجماهير ويسير بالضد من رغباتهم ومن مطالبهم. استاذ نظير، يعني اعلان الاستعداد عن الاستقاله يراه البعض انه للحفاظ على الامن والسلم المجتمعيين، مثلما ايضا تحدث به رئيس الجمهوريه عند اعلانه الاستقاله، ولكن يعني هل وضع بالحسابات الشارع العراقي، التظاهرات، أكثر من 800 شهيد، عشرات الآلاف من الجرحى،
هل وضعوا بحسابات هكذا أمر؟ ما علاقته بالأمن والسلم المجتمعي الذين يتحدثون عنه؟ يعني بالنسبة للكتل التي رشحت هذا العيداني هي بالتأكيد لم تراعي ما رغبة الجماهير وما تريد الجماهير منذ اليوم الأول من إعلانها للمطالب العادلة لهم. أما بالنسبة لقرار برهم صالح أنه لم يسمي أسعد العيداني لأنه يريد يحافظ على السلم، هو برهم صالح يعني كان في خيارين أحلهما مر، لو وافق فستتأجج الحالة وتخرج أضعاف التظاهرات الحالية، ولو لم يسمي هذا الرجل سيبقى هذا المأزق حاليا. أنا أقول يعني حاليا في لقاءات سابقة قلت إن النظام العراقي الآن هو في زاوية محصور ويترنح، لكن الآن أقول مجرد برهم صالح هدد بتقديم استقالته أو إذا أقرت فعلا هذه الاستقالة هو إعلان رسمي بانهيار هذا النظام. النظام السياسي في العراق يعني كان ميت سريريا، الآن توقع شهادة وفاته حقيقة، لأنه لا توجد رئاسة وزراء ولا توجد رئاسة. ماذا سيفعل البرلمان بحسب الدستور؟ هل سيكون مثلا محمد الحلبوسي هو من سيحل محل رئيس الجمهورية؟ نعم، يفترض أنه يكون هو رئيس بمثابة رئيس وزراء وهو رئيس جمهورية، يحدد خلال مدة شهر أن يسمي رئيسا للجمهورية. هذا غير ممكن، غير ممكن. يعني العملية السياسية في العراق كما تعلم هي عملية توافقية بين الأحزاب، وهذا ما نبهت عليه الكتل الكردستانية بأنهم أقروا قانون الانتخابات دون مراعاة التوافق إنما بالأغلبية. الآن الحلبوسي وزبانية بالبرلمان ماذا سيفعلون؟ كيف سيختارون رئيس وزراء؟ وكيف سيختار الرئيس؟ وهذا الرئيس يجب أن يختار رئيس وزراء، وبالتالي هم خرجوا من التوقيتات الدستورية. الآن لا نتكلم عن اختراق الدستور، الدستور خلص يعني ركنوه على جانب، الآن يحاولون بأي طريقة أن يحافظوا على وجودهم على كيانهم. الآن النظام السياسي رسميا قد فشل، الآن الأمور مهيئة لإقامة حكومة طوارئ. هذا بالضبط هذه الواحدة، وهذا طبعا كان أحد مطلب واحد من مطالب المتظاهرين. وهل هذا أستاذ لبيد يعجل بضرورة أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة برعاية أممية كما طالب المتظاهرون مرارا؟ نعم، الانتخابات غير ممكنة حاليا، الانتخابات يراد تحتاج إلى أعداد، والعملية تستغرق أكثر من 6 أشهر وأكثر من سنة بالحقيقة لإعداد الانتخابات، لأنه حتى إذا افترضنا جدلا بأن الأمم المتحدة ستأخذ بقانون الانتخابات الذي أخرجه البرلمان قبل أمس، فهذه العملية تحتاج إلى إجراء عملية إحصاء. طيب ما هو الممكن باعتقادك أستاذ لبيد طالما أن الانتخابات غير ممكنة؟ هل يبقى المشهد على هذا النحو؟ يجب أن يكون هناك تصعيد، يجب أن يكون هناك تصعيد من قبل المتظاهرين، ويجب أن يكون هناك تنسيق أكبر، ويجب أن المتظاهرون يجب أن يديروا ظهرهم للنظام السياسي برمته، لأنه كما تفضل ضيفكم الكريم انهار هذا النظام. البلد دخل في فراغ دستوري منذ أكثر من أسبوع بالحقيقة، وما عاد للبرلمان أي شرعية، أي قرار يصدره البرلمان خالي من الشرعية، فاقد الشرعية بسبب فراغ دستوري. المتظاهرون يجب أن يبنوا نظامهم السياسي الخاص ويقدموه للعالم، العالم ينتظر من المتظاهرين بالحقيقة أن ينتجوا قيادتهم السياسية وينتجوا آليات بإدارة البلد ونظامهم السياسي الذي يدير المرحلة الانتقالية. الآن يجب أن تبدأ المرحلة الانتقالية، ويجب أن يأخذوا زمام المبادرة كل ساحات الاعتصام والمظاهرات، ويجب أن يمد الجسور حتى مع المحافظات المخطوفة سواء المحافظات الشمالية، محافظات كردستان أو المحافظات الغربية، يجب أن يمدوا الجسور مع القوى النزيهة والقوى المستقلة التي لم تتلوث في المشاركة في العملية السياسية، ويبنوا نظامهم السياسي الخاص ابتداء من المرحلة الانتقالية، يشكل الجمعية الوطنية أو الجمعية العمومية سميها ما شئت، وهذه الجمعية تنتج هي التي تنتج آليات إدارة البلد في المرحلة الانتقالية التي تستغرق من 6 أشهر إلى سنة لكي تعد انتخابات نزيهة وتعد دستورا صحيحا وتسير العملية ويقدموها للعالم كبديل صحيح لبناء عراق صحيح. في هذه النقطة أتحول للأستاذ نظير، يعني ماذا على المتظاهرين الآن أن يفعلوا؟ نعم، أنا أعتقد أن المتظاهرين الآن الكرة في مرماهم، وهم الآن على مفترق طريق، ويجب أن يكون دورهم هو الدور المنقذ للوطن من الانهيار والاحتراب الداخلي. الآن
يجب على المتظاهرين أن يتعاملوا مع النظام العراقي كنظام منهار ولا وجود لسلطة سياسية في العراق. لذلك عليها أن هي أن تؤسس، يعني هذه الانتفاضة هي من تؤسس المؤسسات الرسمية التي تمثل الشعب. وأنا ذكرتها في مقالة مطولة قبل أسبوع كيف أن المتظاهرين يستطيعون من تأسيس مجلس وطني أو جمعية عمومية كما ذكر الضيف، وبالتالي ينبثق عنها حكومة مؤقتة لإدارة هذه المرحلة المؤقتة. ولكن إذا كان هذا الأمر ربما متعذر على المظاهرين، على الأقل أن يجعلوا لهم كيان سياسي يتكلم باسمهم وينال الاعتراف الشعبي أولا ثم الاعتراف الدولي. كيف يمكن للمتظاهرين المحاربين والمطاردين، يعني حتى الناشطين منهم يقتلوا ويطاردوا ويتم اعتقالهم أو يغتالوا؟ نعم، أنا ذكرت كما قلت في مقالة مطولة حتى الآليات كيف يتم التواصل عن طريق تطبيقات في برامج الإنترنت، وكيف يتم التواصل وكيف يتم التنسيق مع الناشطين اللي في خارج العراق والناشطين في داخل العراق. كل هذه التفاصيل موجودة، لكن عليهم أن يكون لهم كيان سياسي يمثل المتظاهرين. لماذا أخي الكريم؟ هناك يعني لا تعتقدون أن النظام انهار، قد يعني فقد أظافره ولا يستطيع الإيذاء، يستطيع وذلك ربما من خلال الالتفاف على المطالب. لماذا عذرا يعني لماذا لا تساهم الأمم المتحدة في حماية هكذا كيان، على اعتبار أن الأمم المتحدة أصلا هي منطلقة من جذور ديمقراطية؟ يا أخي الرد واضح، الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي كيف يتعامل مع لا شيء؟ هناك تظاهرات وهناك شباب بمئات الآلاف في ساحات الشوارع بغداد والمحافظة العراقية، ولكن لا يوجد من يمثلهم. الآن أصبح ضرورة أن هناك أناس يمثلون كل هؤلاء المنتفضين ويعبرون أفكارهم. لكن فقط أقول هناك خطر على هذه التظاهرات من أن يتم ابتلاعها من قبل التيار الصدري. نرى الآن التيار الصدري يقدم مرشحين لرئاسة الوزراء ويعرضهم للاستفتاء الشعبي، وهو بالتالي شيئا فشيئا يحاول أن يتحدث باسم المتظاهرين. وهذه هي عملية ابتلاع لكل هذه الضحايا ولكل هذا النضال الذي قام به المتظاهرين. يجب عليهم أن يميزوا ما بينهم وما بين التيار الصدري الذي يريد يركب هذه الموجة ويستثمر كل هذه التضحيات. نعم. هذا مهم جدا في المرحلة القادمة. يعتقد بعض المراقبين أستاذ لبيد أن بعض الحراك الذي يحصل في العراق والخطوات التي تجري، ومنها استقالة برهم صالح أو تقديم الاستقالة أو التهديد بالاستقالة، هناك خطوات تأتي بطريقة مفاجئة لإيران التي تتدخل في العراق وتحاول أن دائما تضع السيناريو التي تريده. إلى أي مدى تتفاجأ إيران في هذه الأيام بما يجري داخل العراق وبإصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم؟ نعم بالتأكيد إيران بالحقيقة تواجه مفاجآت، وهي بالحقيقة تشعر بأنها تواجه احتمال كبير للهزيمة النهائية في العراق، لأن إيران كما نعلم خرجت من قلوب ملايين العراقيين. إيران لا تكاد تصدق بأن رموزها تسيس عليها بالأداء وكل الأحذية، وخصوصا صنمهم الأكبر خامنئي. لكن إيران ستبقى تدافع عن وجودها في العراق وتدافع عن وجودها في العراق كما نعلم، لأن مشروعها حقيقة يمر في العراق وفيه ركائز مهمة جدا خصوصا في سوريا ولبنان، وتريد أن تمد نفوذها إلى الخليج والمنطقة العربية خصوصا المشرق العرب. لكن لذلك إيران يخطئ من يظن أن إيران ستستسلم وستقر بالأمر الواقع. إيران ستدفع كل أوراقها وكل قوتها من أجل المحافظة على نظام يواليها كاملة. فيجب أن نبقى متنبهين، ويجب على المتظاهرين أن ينسقوا ويبلوروا كما تفضل ضيفكم ممثلين لكي يخاطبوا العالم ويتحدثوا مع العالم. العالم يريد أن يتحدث مع أشخاص يمثلون بشكل صحيح أفرزتهم المظاهرات وبشكل ديمقراطي كممثلين وناطقين باسمها، لكي يتحدث معهم وينسق معهم من أجل أن يقف معهم بشكل قوي ويبلور حالة على الأرض تجعل من مطالب واقع.
شكرا جزيلا استاذ لبيد الصميداي. اخيرا استاذ نظير في اقل من دقيقه، العامل الفاعل الان في كل ما يجري خلال هذه المرحله، يعني العمليه السياسيه افرزها عوامل، افرزتها عوامل اقليميه، عوامل دوليه بعد احتلال العراق، الان خلال هذه المرحله من هي الجهه الابرز ومن هو العامل الاكثر فاعليه؟ يعني واضح للجميع بأن المتظاهرين الشباب قد قلبوا الطاولة على كل هؤلاء السياسيين وعمليتهم العرجاء، وهم أصبحوا من يفرضون إرادتهم على هؤلاء. نحن نتكلم، يعني قبل قليل كنت أسمع إلى صالح المطلق يقول أني قد تفاجأنا بهذه الصحوة، قد تفاجأنا بهذا الاندفاع الشبابي، ولا هذا دليل على أنه هو في حالة مفاصل عن الشعب ولا يدري ماذا يحدث بالشعب. هذا الاحتقان لمدة 16 عام من القتل والترويع والتمييز الطائفي، كل هذا ولد هذه الروحية، ولد هذه الصحوة في هؤلاء الشباب. وفجأة تفاجأوا هؤلاء السياسيون بأن جميع وسائلهم قد تم تجريدهم منها من قبل هؤلاء الشباب. وهؤلاء الشباب، يعني أنا لدي ثقة كاملة بأنهم لن يرجعوا عن تظاهرهم إلا بأن يتم قلب هذه العملية السياسية وبناء أخرى جديدة على غير ما موجود حاليا. هذا هو المرجو من هؤلاء الشباب، وهذا ما نثق به. ولعل جمعة يوم غد والأيام القادمة تحمل كثير من التطورات في هذا الموضوع. شكرا لك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو، وشكر موصول لعضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميداي. شكرا.